طب التحديات اللي واجهتك يا دكتورة أمل خلال رحلة التعليم، خاصة بعد ما رجعت تاني بعد فترة انقطاع طويلة؟ يعني حضرتك قلتي ما كانش حد يعرف، فضلتي سنتين ما حدش يعرف حاجة تقريبا، وبعد كده أعلنتي بقى للي حواليك، يعني أكبر تحدي واجهتيه كان إيه؟ والله هو التحدي اللي الناس كانت في الأول بتتريق عليا، يعني أنت هتعملي بها إيه وأنت لازمته إيه انا ما حدش كان متفاهم حلمي. تحدي كبير واجهته في الماجستير ان وفاه ابني الشاب 21 سنه توفى فجاه، فده كان عقبه كبيره بالنسبه لي، لكن الحمد لله تخطيتها وكملت الماجستير الحمد لله. طيب هل يا فندم الرساله اللي حضرتك قدمتيها هتستفيدي بيها في مجال عملك في وزاره الزراعه؟ ايوه اكيد طبعا. كل حاجه لازم نستفيد بيها. انا كنت اقصد ان هي هتستفيدي بيها في مجال عملك الحالي، ولا ممكن تغيري مثلا مجال عملك وفقا طبعا لموضوع الرساله؟ ان شاء الله باذن الله. انا متاكده من كرم ربنا، وان شاء الله ان اقدر افيد البلد باي حاجه اعملها في مجال البحث بتاعي. احنا فخورين بحضرتك جدا يا فندم، وبنبارك لك مره ثانيه. دكتوره امل بحيري طبعا حصلت على رساله الدكتوراه وهي عندها 50 سنة، وزي ما جمانة كانت بتتكلم 50 سنة مش سن كبير، يعني طبيعي ان الانسان يحصل على رسالة الدكتوراه 40 50 سنة، مش سن كبير، لكن القصة في الموضوع ان انت ترجع تاني تكمل تعليمك بعد فترة انقطاع طويلة، بعد تحديات كتيرة، بعد عقبات كتيرة، لكن في اصرار ان هي تكمل تعليمها طبعا. وده المغزى من هذه الرسالة.